كتب مني خفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد فإن الملكة التي سبقتني أقامتك مقام الرخي وأقامت نفسها مقام البيدق، يعني جعلتك أقوى حجارة الشطرنج وهي أضعف الحجارة، جعلتك في مقام القوة وجعلتنا في مقام الضعف. إن الملكة التي سبقتنا أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، وهذا من ضعف النساء وحمقهن، وحملت إليك من أموالنا ما كنت أنت خليقا بحمله إلينا. فإذا بلغك كتابي هذا فرد إلينا أموالنا وزدها مضاعفة لتفتدي البلاد، وإلا فالسيف بيننا وبين. وبلغ الكتاب للخليفة العباسي هارون الرشيد، قرأ رحمه الله الكتاب فاستفزه الغضب حتى لم يقوى أحد في مجلسه أن يتكلم بكلمة، وخرج بعض جلسائه لبدو الغضب الشديد عليه. ثم دعا بالدوات وقلب الكتاب وكتب بنفسه على ظهره بسم الله الرحمن الرحيم: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفورة كلب الروم الجديد، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفورة كلب الروم الجديد، أما بعد فقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. وشخص من حينه، خرج من يومه وقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أبيتن في بغداد هذا اليوم. وخرج ومعه جيش جرار حمل من آلات السلاح والقرب والنفط والدصر ومن الدواب معه من الإبل والبغال والخيل ما لم يسمع الناس بمثله، ففتح وغنم وأفاد واصطفى وتوسع وكسر حصون الروم، فما كان منهم إلا أن نزلوا على الموادع، ما قويت جيوشهم على معركة واحدة، لا والله ما ربحوا منه معركة حتى نزلوا له على الموادعة وقالوا له: نعطيك من الجزية أضعاف ما اتفقنا عليه. فلما رأى منهم ذلك واستوثق كر بجيوشه راجعا، فما بلغ الرقة حتى نقض العهد نقفور، نقض العهد وظن أن الرشيد وقد كثر الثلج واشتد البرد لم يرجع. فلما علم بذلك الرشيد أقسم بالله العظيم أن لا يدخل أرض الغلاف حتى يستوثق من ذلته، فرجع كارا بجيوشه مع أشد كلفة وأبلغ مشقة حتى دخل بلاد الروم فاجتاحها، بث الجيوش وبث السرايا، هدم القلاع وحاصر القرى حتى وصل هرقلة، ضربها بالنار وبالنفط لثلاثين يوما حتى نزل الأكابر والبطارقة والوجهاء وانكسروا له وأعطوه ما كان يريده من الأموال والجزية، وبقي في دار ديارهم ثلاثين يوما. جيوشه تؤذن وترفع الأذان على رؤوس الكنائس ويصلون في المساجد التي بنوها في أرض هرقل، وما رضي أن يخرج حتى جاء نقفور خاسيا ذليلا، فبذل الأموال لرقبته وللجزية المؤدة، وما رجع هارون إلا مظفرا منصورا. طبس من ريح الكرامة من أخبار العزة ونخوة الإسلام،